الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بلغنا أيام العيد فنحرنا بحمد الله تعالى أضاحينا، وصلينا بحمد الله صلاتنا، ورأينا تلك المشاهد التي تثلج صدور أهل الإيمان وتقلق راحة أهل النفاق والعناد، ونحن بحمد الله تعالى متشبثون بشعائر الإسلام، سواء كانت صلاة كصلاة التراويح، أو صلاة العيد كالأذان الذي يرفع في المساجد، وغيرها من الشعائر التي أمر الله عز وجل أن تعظم. فنحن نحاول قدر الإمكان أن نحرص على ذلك حرصا يوافق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مما جرى ويجري في هذه الأزمان أن بعض الناس صار يزهد في هذه الشعائر، صار يزهد في هذه الشعائر، وهذا التزهيد مع الأسف الشديد ليس تزهيدا واضحا سافرا، وإنما هو تزهيد مغلف مخطط له تخطيطا يعني محكما، بحيث لا يتنبه له إلا من يعقل ومن يعي أبعاده ومن يعرف مآلاته. وأنا أضرب لكم مثالا أو مثالين. في رمضان الماضي انتشرت ظاهرة بين شباب المسلمين، وهي الإفطار على شواطئ البحار. طبعا ما كنتكلموش على الفساق وعلى الفجار الذين يجاهرون بالإفطار، والذين يريدون أن يبسطوا هذا الأمر حتى يصير واقعا كما هو في بعض الدول المجاورة، وإنما نتكلم عن شباب فيه نوع التزام بالشرع، ومع ذلك يخرج الفتيان والفتيات جميعا إلى الشواطئ ويفطرون جميعا. يعني كيخرجوا الشباب والشابات، طبعا لا علاقة بينهم، ماشي هما أسرة واحدة، يعني شباب مختلف، فين غادي غادي نفطر في لابلاج، فين غادي غادي نفطر في لابلاج، وكيتجمعوا الشباب والشابات وبداو ينشطوا ويفرحوا كذا كذا، وملي كتوصل المغرب كيجلسوا يفطروا داكشي. طبعا كثير منهم يضيعوا الصلاة، وبعضهم لا يصلي، وطبعا صلاة التراويح في خبر كان، وصار هذا الأمر ينتشر ويزحف شيئا فشيئا. هاد الظواهر طبعا تبدأ يعني محتشمة، وشوية شوية كتبدأ تنتشر وتأخذ أبعادا وتتسع رقعتها شيئا فشيئا. وطبعا الذي يمكن أن يوقف هذا الزحف هو كلام أهل العلم وإنكارهم، ولكن ملي كنشوفوا أهل العلم ينظرون إلى هذه الظواهر تنتشر وتزحف وتستفحل، ثم يلوذون بالصمت ولا ينكرون ولا يبينون حكم هذا ولا يستشرفون مآلاته القبيحة، فإن هذا في الحقيقة مؤذن بأمر قبيح جدا ستؤول إليه أحوال المسلمين، وسيؤول إليه أمر هذه الشعيرة، بحيث لا يبقى لها ذلك البعد الشرعي التعبدي في النفوس، هذه تولي عادة. فإحنا خصنا نردو الاعتبار لشعائر الإسلام ونفتخر بها كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هو وأصحابه رضي الله عنه. الآن في عيد الأضحى ظهرت ظاهرة، طبعا قبل سنوات عدة ولكن انتشرت أكثر، وهذه السنة ابتليت
بالنظر. طبعا أنا ليس عندي جهاز تلفاز في بيتي بحمد الله تعالى، ولكنني متابع جيد للأخبار عبر هذه الوسائل والمقاطع التي تصلني. كنت عند الوالدة شفاها الله ومتعها بالصحة والعافية، فرأيت في الأخبار، طبعا نشرة الأخبار المغربية، يعني استطلاعات كثيرة وطويلة ومملة من مناطق عدة، من أكادير ومراكش وكذا، عن وحدات فندقية تستضيف المسلمين في عيد الأضحى مع تخفيضات مغرية. يعني ولاو المسلمين كيعيدوا في الوطيلات وعاطينهم تخفيضات كتوصل حتى ل 20%، وكيبداو يديروا الحساب بأنه حنا ولفنا كنضحيو دائما في ديورنا، دابا بغينا نبدلوا الجو. طبعا هما ماشي كيضحيو في الفندق، لا، غير كيجتمعوا في الفندق، كيدوزوا العطلة في الفندق، عندهم يعني وسائل الترفيه. طبعا احنا ما كنناقشوش دابا هذه القضية الغناء ويعني سبيكتاكل والمسباح مختلط ذكور وإناث وداكشي، هذه أمور أخرى، ولكن كيجتمعوا الناس في أيام العيد، في أيام العيد الفندق الله يجازيه بخير كيتكلف وكيدبح يعني واحد جوج ديال الخرفان أو ثلاثة لجميع رواده، هذوك الناس اللي ساكنين في الفندق وكارين هذيك ذاك الأسبوع ولا 10 أيام ولا كذا، كيدبحوا لهم الخرفان. وقال لك ما حسيناش بالفرق، يعني كلينا بولفاف وكلينا الشوا ودرنا هذه ودرنا هذه وعشنا هذيك الأجواء الاحتفالية. وطبعا لا تسأل عن التبرج ولا تسأل عن الاختلاط ولا تسأل عن هذه الأمور. وطبعا فيهم ناس اللي فيهم مسحة ديال المحافظة وكيقول لك احنا ما حسينا، مشينا صلينا العيد وجينا والحمد لله ذبحوا لنا وكلينا وشربنا وكذا وكذا. العيد ماشي هو هذا يا رجل، العيد هو أن تذبح هذه الذبيحة ما دمت مستطيعا، أن تذبحها في بيتك وأن تصلحها وأن تأكل منها وأن تتصدق منها وتهدي وتطعم، هذه شعائر العيد. أما باش تمشي تما وما تذبحش. والآن يعني بعض الأمور ظهرت أيضا، أنا أخبرت بأن واحد البرنامج إذاعي يعني جعل فيه صاحبه، هو معروف بشذوذه يعني عن الجادة، دار فيه شبه استفتاء، كيتصلوا به الناس مستمعين وكيقول لهم فين غدوزوا العيد، وكيعطيهم خيارات، غادي تدوز في الدار ولا غدوز في لوطيل. إلا غدوز في الدار وغادي تشري يعني الخروف ب5000 درهم ولا ب6000 درهم، راه ممكن هذيك 5000 درهم تدوز فيها أسبوع مبرع في الفندق، غادي تاكل وتشرب وتاكل الغنمي ودير هذه ودير هذه مع الامتيازات ديال السفر والاستجمام والرحله والعطله وكذا وكذا. فكثير منهم ينحو هذا المنحى ويختار، علاش؟ لان الناس ما عندهمش هذيك الثقافه الشرعيه، ما عندهمش هذاك العلم بالدين الصحيح، وانما يتبعون هذه الاهواء. لان الانسان حينما يغيب ويكون بعيدا عن تعلم العلم الشرعي يصير لقمه صائغه يعني عند هؤلاء، يعني غير حاجه كيبينوا له شويه ديال الجوانب المثيره فيتبعها ويفرح بها، وكيقول لك والله الا مزيان دوزنا سويعات زوينين وكذا كذا، اي وفين الذبيحه؟ ماشي مهم، راه اللحم ديما كناكلوا اللحم، هذاك واحد الوقت اللي كانوا الناس كيشتاقوا للحم والعيد عاد كياكلوا، اما دابا الحمد لله ديما كناكلوا اللحم، لا فيها باس، لا فيها الباس، لان هذه سنه، سنه مؤكده. واحد هذاك الجهول محمد الفايد كيقول لك كيفاش سنه مؤكده؟ كاينه سنه مؤكده وسنه غير مؤكده. ايه كاين سنه مؤكده وسنه غير مؤكده، وكاين الواجب وكاين الفرض وكاين يعني السنه وكاين المستحب والمندوب، هذه كلها بينها تفاصيل وفيها فروق دقيقه يعلمها العلماء، ولكن من لم يرفع راسا بها فانه يبقى جاهلا جهلا مركبا، وانما يعيب ما لم يصل إليه علمه ولا معرفته. إذن الله يجزيكم بخير، راه هذه الأمور هذه ما خصش الإنسان يعني ينساق وراء كل جديد، بل ينبغي أن يعتبر بأن ذبح الأضحية مقصود لذاته، ذبح الأضحية مقصود لذاته. علاش الشرع قال لك بأنه خص هذه العيوب ما تكونش في الأضحية؟
ما خصش يكون فيها العيوب. الا ذبحتي عرجاء ولا عوراء بين عورها ولا كذا ما دايزاش. فكيف قد يتشترك الاسر كلها ويذبحوا لهم في لوطيل جوج ديال الخرفان ونازلين 100 ديال الناس ولا اكثر بالاولاد ديالهم بالنساء ديالهم؟ هذه ليست اضحيه في شيء، ليست اضحيه. هذيك الا كانت اضحيه ديال صاحب الفندق ولا اضحيه ديال مدير الفندق ممكن يذبحها بنيته هكاك ويوكل الناس ممكن، ولكن لا تجزئ عن الاخرين وهما عندهم القدره. لان باش نوليو نفهموا الناس بان الاضحيه اللي ما بغاش يضحي ما يضحيش، نفسيا ما بغاش يضحي ما يضحيش، لا ما كايناش هذه في الشرع. كاين في الشرع قادر تضحي كتضحي، ما قادرش تضحي الغالب الله، ما كلفك الله ما لا تستطيع. وحنا دائما كنبينوا للناس، ما عمرنا قلنا للناس لا بيعوا حوايجكم ولا اقترضوا ولا سلفوا ولا سيروا للبنكه ولا الربا ولا كذا، ما قلناش. وينبغي ان نحارب يعني الظواهر السلبيه، ولكن لا يكون ذلك على حساب الشعائر وعلى حساب تزهيد الناس في هذه الشعيره، ونقول لهم هذه سنه كيوالو، هذه سنه كارثه وخبيثه وخطيره وكذا وكذا، مما لا يتلفظ به يعني من يفهم الاسلام الصحيح. فلذلك الله يجزيك بخير، هذه قد نعيدوا في لوطيل، هذه راه ما كايناش في الاسلام، ما كايناش في الاسلام كنعيدوا في لوطيل. الا افترضنا عندك شي لوطيل وعندك الامور هكا واخذت يعني بهيمة الأنعام معك، مشيتي ديتي معك الكبش وذبحتيه تما ممكن، ولكن هذا لا يتأتى وما غايمكنش دير هذه، لأنك تسافر إلى مدينة أخرى بالسيارة ديالك نقي وكذا، ما غاديش تدي معك الخروف ديالك طبعا. فالله يجزيكم بخير، الإنسان يخلي هذه العطلة ديال العيد يخليها لهذه الشعيرة ويحتفل بها احتفال تعبدي شرعي، يمشي يصلي الصلاه ديالو ويذبح الذبيحه ديالو ويزور الاقارب ديالو ويزور الاقارب ديالو، ومن بعد الا كانت شي عطله اخرى ومشى لشي مكان الذي تتوفر فيه سبل الاستجمام مع مراعاه امور الشرع فله ذلك، والا فلا ينبغي ان يخلط المسلم هذا بها. اذا هذا ما احببت التنبيه عليه، والحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين.